صباح الورد صباح الفل. هذا المرض اللي ما قدرنا البر نعالجه اللي هو يا انها مزمو السوسة او العقور ضارب في القوس، وفي يوم وليلة بدأ يغلق الورق القنومة الرئيسية بدأت تغلق. هذه وش دواتها؟ دواء ما ينفع، اي شيء ما ينفع. فانا قلت افكر ان اسوي طريقة علاج من الحمراش دي. طبعا هذا يعتمد على التكنولوجيا الكبيرة اللي نستخدمها ونجربها، جربناها قبل ونجحت، ان نحرق النخلة، نحرقها 5 دقائق وما تجيبه شيء حطب، لا شيء خفيف ينحرق بسرعة ويخلص بسرعة علشان ما تموت الشجرة. فجربنا احنا من فترة صراحة وشفناها تحت تحت سو تحت 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 ايوه تحت تحت. شوف نحرق الفرع الرئيسي، اي عقور اي آفة اي سوسة هتنغضن في لحظتها، هتنغضن وتشوف ان شاء الله ما تموت عليك. سيونية، اي واحد شاف كذاك فجأة اطراف مثلا يبسن الخوص بدأ يبس على طول. شو تحت تحت تحت، هذا هذا طلع 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 سو تحت تحت، هذا هذا نار نار تحت. ايوه ايوه سو تحت تحت تحت، ايوه طرقها من تحت لانه تحت هو متربي ما بين الكرب ما بين ليف. هذا هذا الآفة البغيضة هذه وما طاعت تروح البر. ايوه مني مني ايوه ايوه خليك خليك ايوه. هتشوفها كأنها ميتة لكن بعدين اطلع ان شاء الله. هذا بعد بطل، هذا هذا بطل سو تحت 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 تحت. ايوه ايوه هذه الطريقة، احنا بنحرق مرة ثانية ثالثة لما نشوف احترق تحت. يلا تشاو تشاو. هذا طبعا التكنولوجيا الجميلة هذا اللي استخدمها الحمراش دي، طبعا هذا متطورات اللوجستية. نتمنى لكم وقتا ممتعا بهذه الحركات الجميلة.